Tracing and Coloring Workbook ده موجود منه بالإنجليش وبالفرنش وبالعربي وبالجرمن. الكتاب مش بس Coloring و Tracing، الكتاب كمان فيه Reading، بنعمل Reading للألفابت بال beginning sound apple bear and so on. وكمان هنا الطفل بيكتب الاسم او بنكتب له الاسم عشان يعرفه يبتدي يكتب اسمه. وهنا خليني اوريكم واحده بنتي مستعملاها، بنتعلم ازاي نعمل tracing الحرف بالطريقه 1 2 3 او 1 2، وبنكتب الكلمه، بنلون الصوره وبنكتب الكلمه بالابر كيس. الكتاب ده first step، فبنكتب بنتعلم فيه نكتب الحروف الابر كيس عشان دي بتبقى اسهل للاطفال. وفي اخر الكتاب لكل حرف فيه صوره وكلمه، وبنكتب الناحيه الثانيه الحرف كل الصفحه بالقلم الرصاص او باللون المفضل للطفل بحيث انه يخليه فن. في الصفحه دي حاطه برودكت ثانيه كيتس لحضراتكم تشوفوها، وفي اخر صفحه بنلعب بيها بكذا طريقه. دي رايت اند واي، ممكن نعمل ماتشنج بيها الابر كيس، سوري اللور كيس، دي علشان نعمل انتروديوسنج للطفل لللور كيس. بنعمل ماتشنج لو عندنا اللور كيس بنحطهم، ولو عندنا كمان الابر كيس بنبتدي ستيب 2 اللي هي اصعب، نبتدي نعرف الطفل ان هو يعمل ماتشنج للابر كيس مع اللور كيس بالطريقه دي. وعلشان الطفل يحس انه اتس فن، بنستعمل ميني بورد تحت الكتاب بالطريقه دي بحيث ان اللترز ما تعملش موفينج من الطفل وهو بيشتغل. كمان نفس الحكايه ممكن نعملها لعبه في اول الكتاب as a beginning sound، ونحط نخلي الطفل يتعرف على الحروف، ان احنا نعمل د د duck ت ت turtle. Thanks for watching. واشوفكم فيديوهات جاية كتير. باي باي.